مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وموجز الأخبار من اليوم السابع مباشرة. عالم الذرة في مجال النانو تكنولوجيا الدكتور محمد النشائي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية يؤكد اهتمامه بالوضع الاقتصادي والتعليم في برنامجه الانتخابي. مؤشرات البورصة تقفز في التعاملات الصباحية محققة ارتفاعا كبيرا لجميع مؤشراتها مدفوعة بعمليات شراء من قبل كل من المستثمرين الأجانب والمصريين، في حين مالت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع. عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ينفي نفيا قاطعا الأنباء التي زعمت قيام قمر النايل سات المصري ببث قنوات تحرض ضد الثورة الليبية. اليوم المستشار أحمد رفعت قاضي التحقيق في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير يستكمل سماع دفاع إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق. الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية يعلن دعمه للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح كمرشح للرئاسة بعد تنازل البردعي. الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة العليا لمراجعة مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يؤكد أنه من المتوقع الانتهاء تماما من مراجعة مسودة القانون أول شهر إبريل، حيث لن يتبقى سوى عرضه على منظمات المجتمع المدني والمعنية بالقطاع الصحي لمناقشته. سلطات مطار القاهرة تقوم اليوم بترحيل 26 إريتريا كان ألقي القبض عليهم الأسبوع الماضي أثناء محاولتهم التسلل إلى إسرائيل. رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يغادر في وقت متأخر من يوم أمس الأحد مستشفى في إسطنبول، حيث خضع لثاني عملية جراحية في الأمعاء على ما أفاد أطباؤه، وسيخلو أردوغان إلى الراحة بضعة أيام في منزله بإسطنبول قبل استئناف مهامه الرسمية بأنقرة. الحكومة الصومالية تدعو مجلس الأمن الدولي إلى رفع حظر الأسلحة المفروضة عليها لتجهيز قواتها ومحاربة حركة شباب المجاهدين والتي أعلنت انضمامها إلى تنظيم القاعدة. لجنة حقوق الإنسان تفتح ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تعقد اجتماعا غدا لمناقشة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية تفعيل نص القانون الخاص بتشغيل المعاقين بنسبة 5%. هيئة موانئ البحر الأحمر تقرر تغيير مسار السفن السياحية القادمة إلى ميناء السخنة إلى ميناء بور توفيق بعد إغلاق السخنة مساء أمس الأحد من قبل العاملين بالميناء للمطالبة بصرف الأرباح السنوية وبدلات جهود. إسرائيليون متطرفون يكتبون كتابات معادية للعرب بالعبرية على جدران مدرسة يهودية عربية بالقدس للمرة الثانية في أسبوع واحد بحسب الشرطة الإسرائيلية. إلى هنا مشاهدينا ينتهي موجز الأخبار من اليوم السابع مباشر. مزيدا من الأخبار والتفاصيل وفيكم بها على رأسي كل ساعة. شكرا لكم وإلى لقاء متجدد.